سعيد. مشاهدي موقع شوف تيفي، تقريبا العديد من الفتيات واكثر من 13 شخص لقاهم في قهوه ديال الشيشه، مقهى ديال الشيشه مدينه الدار البيضاء. تحيه لرجال الامن اللي قايمين بالدور ديالهم. يعني العديد من المقاهي ديال الشيشه تم الاغلاق ديالها، وكان العديد يعني مثلا في بمسيك سيدي عثمان تم اغلاق مقهى ديال الشيشه تقريبا هذه شهر ديال الوقت. الان شوفوا شحال ديال الناس، يعني الناس بعقلهم وداخلين مغامرين بحياتهم، يعني ما خايفينش من فيروس كورونا. حسبوا شحال من واحد، يعني اغلبيتهم كلهم راشدين. العديد من الفتيات والعديد من رجال راشدين داخل هذا المقهى. ما كيستاروا ديري تما. شوف مع الزربه. صافي. مشاهدي موقع شوف تي في، انتم دائما على المباشر من مدينة الدار البيضاء، مقهى اللي تم إلقاء القبض عليهم، والعديد من الشبان والرجال، اللي كنقول رجال يعني راه متجوزين، يعني واصل لواحد الدرجة ديال النضج في العقل، يعني في كيبان شكلا ولكن ملي كتلقاه داخل مقهى ديال الشيشة وعارف بأن ممنوع. نقولوا مو الشيشه همه فقط غير المال، وخاصو يحل وخاصو يدبر على راسو بهاد الكلمه، ولكن الزبون عارف بانه كاين منع وكاين هادشي كيشكل خطر عليه، ومازال يعني كيدخلوا كيغامروا بحياتهم. ملي يدخل غادي يقدر يهز معاه واحد الفيروس اللي ما عمره ما كاين. اصلا الشيشه بلا كورونا واعره، ف بالشيشه وغادي يمشي مثلا لعند العائله ديالو يولي غادي بالمرض الله يسر. هادو هما المحجوزات. عندك الجمر. هادو باقي لنا يلا مستعملين، اللي باقي بالجمر ديالهم. إذن هادو هما المحجوزات اللي كاينين. سير قولي لي كيفاش.
سعيد سعيد شوفوا شحال ديال الشيشة، شوفوا شحال ديال التيوات كاينين. شحال شحال الرئيس؟ إن الريحة ديال الشيشة عاطية اللي مستعملة، يعني وقيلا ما كانش حتى نصف ساعة. هادي هي المقهى، إذا مشاهدي موقع شوف تيفي، انتم دائما على المباشر من منطقة مجموعة 6 مولاي رشيد بالقرب من الحي الصناعي. تم اكتشاف مقهى كتقدم الشيشة، وداخل الشيشة والخمور والخمور. والله اعلم. المهم اللي تم الاخراج ديالو، بزاف ديال القرايع ديال الشيشه، وكانوا فتيات لداخل وكانوا رجال. المهم بزاف ديال الممنوعات اللي كانوا، فتم القاء القبض عليهم. يعني الناس مغامرين بحياتهم، الناس كيبانوا بعقلهم وداخل
كيبانوا الناس راشدين ولكن العقل ما كاينش اللي غادي يخلي يعني الشيشه تم اكتشاف القنينه ديال الشيشه وحتى الخمر يعني 30 قنينه ديال الخمر داخل المقهى. المهم هادو معلومات من المسار ديالنا، تم اكتشاف حتى الخمر يعني 30 قنينه ديال الخمر من نوع سبيسيال يعني لقاو عندهم لداخل في المقهى من غير المقهى ديال الشيشه، من غير القنينات ديال الشيشه ودوك التيوات ودوك المقوسه ودوك المعسل ديالهم. المهم قرايه ديال قرايه ديال الشراب قنينات ديال الخمر من نوع سبيسيال تا هو لقاو عندهم هنا في هذا المقهى، تا هما من المحجوزات. فنقدر نقولوا كاينين بعض المخابئ اللي هي سريه. كيف كانت هذه السريه اللي كيدخلوا بواحد الطريقه يعني صعيب انك تشك فيهم، كيدخل واحد ودوز واحد نص ساعه ويدخل واحد اخر، يعني صعيب باش تشك فيهم. لكن نقدروا نزيدوا يعني بالبحث ديال رجال الشرطه مشكورين بالمجهودات ديالهم، نقدروا مازال نقدروا نلقاو بعض المقاهي او بعض المنازل اللي كيقدموا الشيشة يعني بطريقة سرية، يعني كيعارضوا القرارات ديال الحكومة ديال السلطة العامة. هادو امتى شحال ديال الوقت وهما كيقدموا هاد النوع ديال الشيشة؟ ودابا المشكل حتى الخمر، يعني الخمر ولا داخل المقهى. للتذكير تم حجز 30 قنينة ديال الخمر داخل هذا المقهى، زائد قنينات ديال الشيشة والمعسل الفتيات وبعض الرجال اللي لقاوهم راشدين للأسف داخل المقهى. سيد جميع المحتجزين اج تحية لرجال الامن، تحية كبيرة، تحية الأعين التي لا تنام، تبارك الله عليهم. بغينا المزيد من المجهودات، بغينا نضبطوا المزيد من المقاهي اللي خارقين القانون، بغينا كل من خالف القانون يتعاقب، لأن بشرب هذه النرجيلة أي الشيشة وزيادة على تولى الخمر يعني داخل المقاهي، فهذا الشيء ولا غادي مجهد وتجهد يعني قنينات ديال الخمر. 30 قنينة ديال الخمر هي كانت في المحجوزات، يعني الناس معولين نقولوا بهذه الكلمة، معولين على الخزيت، يعني عارف هادشي ممنوع، عارف الحكومة مانها مقاهي ديال الشيشة وانتحل المقاهي ديال الشيشة. فانت إذا عارف اشنو كدير، يعني معول بأنك شي نهار غادي تشد.
بقر كيقلبوا عليها الشراب راه شنو كيصير في الدار؟ بؤرة ديال الكورونا الدائرة الله يرحمه ويدا غنشوفوا الناس الحروف الكرة اللي اذا مشاهدي موقع شوف تي في كنتو معنا على المباشر. الان غادي يمشيو للدائره ديال الشرطه اللي كتواجد بحي الصناعي، يعني المحجوزات وحتى المحتجزين، يعني نقولوا الناس اللي كيقلبوا على المشاكل براسهم. عارف الشيشه ممنوعه، عارف والمشكل ان حتى فنانات ديال الخمر حتى هما داخل المقاتم من المحجوزات، فالواحد يبعد من المشاكل وبعد من الصداعات احسن ليه. اذا مشاهدي موقع شوف تي في غادي نقول لكم تبارك الله لكم، نهاركم مبروك، وصلنا لنهايه هذا المباشر، تبارك الله لكم.